بالمناسبة قلنا طب ايه لو سمحتم خلوها لي خلوا لي المدينة دي رقمية. فدخلت الشركة المتخصصة في المجال وقالت بالطريقة اللي انتوا عاملينها دي انا هحط تعديلات على الكلام. وكان يعني المهم كان المهم حصل تعديل كبير جدا جدا على التصور الهندسي اللي احنا عاملينه للمدينة العدالة اللي احنا بننفذها دلوقتي. دي بتخلي حجم العمل داخل المدينة ده زي ما الحكومة دلوقتي شغالة وبتشتغل اكتر، ولو احنا بنطور في البرامج اللي احنا عاملينها للحكومة بشكل مستمر أدائنا هيبقى اكثر تقدما واكثر تطورا واكثر جودة لينا. المهم على كل حال، طب تفتكروا الرقم اللي رقمنة مدينة العدالة كام؟ انا بقول كده للناس اللي في مصر عشان هم يقولوا مثلا ايه انتم صرفتم كتير. انا ده اللي يهمني اقوله لكم، انتم بتصرفوا كتير ليه يا محمد؟ هو انا عندي خيار تاني؟ يعني نبقى زي ما خلق ربنا اللي موجودين في الدنيا، يا اما نبقى متخلفين، نعمل ايه؟ ما نقدرش نعمل ده وتبقى الدنيا سهلة وبسيطة، لان احنا دولة مش غنية، احنا دولة مش غنية. ولو ما عملناش الكلام دوت في لوحة تانية 8 على 26 برضو ولا ايوة 26 على 26، معلش 26 ايوة. انا بس هقف هنا، ده اللي المطلوب ان او اللي احنا التحرك بتاعنا اللي بنعمله. انا عايز اقول لكم على حاجه، اكبر قطاع ممكن، وانا الكلام ده قلته قبل كده مرات وبقوله للمصريين عشان الناس اللي بتعلم ولادها تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله، تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله. بلد فيها 106 مليون دلوقتي، المفروض ان احنا العنصر البشري اللي ممكن يعمل في المجال ده ويحقق لنفسه وللبلد ارقام غير خالص اللي الدكتور عمرو فرحان بيها، ولا انا بقول كلام صح؟ ان شاء الله نحقق اكتر من لا لا، ما اقصدش انا يعني مصر لو عندها كوادر بشريه متقدمه، يعني هو بيتكلم هنا في التعهيد ده، يعني ده أقل قدرة استخدام كوادر بشرية في العمل ده يا جماعة.